30 سبتمبر على مستوى علاقات السودان الخارجية والبنك الدولي وكذا يوم مفصلي، وعلى مستوى استمساك الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي يوم أيضا مفصلي والقطيعة التامة مع الحكم الفرد والحكم العسكري في السودان. أعتقد دي الحاجتين ثبتوا بما فيه الكفاية. الأمر الآخر إنه في توجيه لرسائل من الشعب السوداني للقوى العسكرية، للقوى المدنية، للسيد رئيس الوزراء. الرسالة للسيد رئيس الوزراء إنه كثير جدا من الشعب السوداني يمكن اقتنع بأنه هو قائد المرحلة الحالية. الرسالة للقوى العسكرية إنه تمت القطيعة تماما مع الحكم العسكري في السودان. الرسالة للقوى السياسية السودانية إنكم باختصار شديد دون المستوى ودون الطموحات، وعليكم مراجعة شاملة لأدائكم في السنتين الماضيتين، مراجعة وتصحيح. وفي أمر آخر نستفيد من هذا اليوم إنه الشعب السوداني فرز تام وفرز جيد جدا بين من يوالون الحكم المدني عسكريين ومدنيين ومن يوالون الدكتاتوريات مدنيين وعسكريين. حصل فرز تام. في دعوة يمكن انطلقت من بعض الناس في توسيع قاعدة الانتقال، وهي دعوة عند بعض الناس دعوة حقيقية وعند بعض الناس دعوة حق يراد بها باطل، دارين يدخلوا بعض مكونات أزلام النظام السابق يعني.